أهلا وسهلا بكم من جديد. رحل عنا الصحافي والكاتب الكبير الأستاذ محمد صادق دياب يوم أمس. هذا الرجل الذي كان الكلام يعني يرتشف، وكان الكلام شهي جدا عندما يتحدث عن جدة وعن تاريخ جدة وعن أهلها. كان رائعا وكان إنسانيا وكان أيضا ناجحا في يعني تاريخه الصحافي، سواء رئيس تحرير لمجلة إقرأ أو قبل ذلك في سيدتي أو في الصحف السعودية الأخرى، أخيرا رواية مقام حجاز. همه الكبير الحقيقة للاهتمام بجدة التاريخية، ويعني الاهتمام بمدينة جدة بشكل عام، كان يريدها عروسا دائما. لم يكن يعني يتخيل يوما هو أن تتحول إلى جدة، تحول جدة إلى ما أصبحت عليه الآن بسبب الأمطار وبسبب غير الأمطار. الأمطار ليست سبب، ولكن الناس الذين لا يحبون جدة ولا يعملون بإخلاص هم كانوا المتسببين وقتلوا حلم محمد صادق دياب الذي يشبه أحلام الكثير في هذه المدينة الساحلية الجميلة. عموما محمد صادق دياب كاتب وصحافي، سيظل حديث الناس، ويعني كسب يعني مكسب كبير، وهو أغلى الأرصدة وأهم الأرصدة، وهي محبة الناس. رحم الله أبو غنوة، وكل التمنيات لغنوة وأبناء الأستاذ محمد وزوجته، يعني بالتوفيق مستقبلا، وتعازينا لهم، وتعازينا أيضا لزميلنا أحمد صادق دياب أخو الفقيد، ونعزي الحقيقة الوسط الصحافي الثقافي السعودي. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي صبري آل محمد ثم نعود بعد ذلك. لا شيء أكثر حزنا ربما اليوم من جدة، المدينة التي ستواري حبيبها بعد ساعات قليلة لتسدل في رحلة 70 عاما فصلا أخيرا لابنها الأديب الذي لطالما نثر الأصالة والتاريخ عنها ولها في حروف لن تموت. رحل محمد صادق دياب، أو كما يحب أن يناديه الجميع أبو غنوة، ليملأ الحزن قلوب الرفاق والأحبة ما بين مصدق ومكذب، فقد كان المعلم هذه المرة حبيبا للجميع. أرسل لي رسالة موجودة في الجوال الآن ثاني يوم، قال لي معلش أنا لما باخذ العلاج بكون يعني حالة نفس مزاجي غير جيد وبتعب، فعذرا لك وحيد. هذا يوم الأربعاء الماضي. كل من يحب محمد صادق دياب، أن محمد قد ترك ضيق الدنيا وذهب إلى سعة ما عند الله الغفور الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. شعرت أنه أبوي اللي توفى، الله يغفر له ويرحمه. شعرت إنسان عزيز علي أنه راح، يعني لأنه كان أب لنا كلنا. ولد محمد صادق دياب في جدة عام 1946، وفيها أكمل دراساته الجامعية قبل أن يحصل على دبلوم عالي في الإدارة التربوية من جامعة أوكلاهوما، ثم ماجستير علم النفس التربوي من جامعة ويسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية. وحين عاد عمل في التعليم حتى عام 1994، ولأنه كان مولعا بالكتابة والعمل الصحفي التحق بجريدة المدينة وتدرج فيها حتى أشرف على ملحق الأربعاء، ثم انتقل للبلاد واتجه بعدها إلى مجلة سيدتي كمدير تحرير، حتى تم تعيينه فيما بعد رئيسا لتحرير مجلة إقرأ والجديدة، وأخيرا رئيسا لتحرير مجلة الحج والعمرة عام 1426 للهجرة. كان في موقف ورحت أكتب عن صحفي، صحفي هاجمنا فرحت أرد عليه، هذه أول مرة، فكتبت ردي على الرجل على الصحفي الله يرحمه برضه توفى له هاني فيروزي رحمة الله عليه. فلما شافه جلال أبو زيد وقف على جنبه ودخل على محمد صادق دياب، أنا سامعه، قال له أنا عندي صحفي جاهز، عمره ما اشتغل بالصحافة لكنه صحفي جاهز. فأخذ المقال أنا كاتبه وديته إياه، قام محمد صادق دياب مزعه وعطاني دفتر قال لي اكتب من جديد عندي في مكتبي، جيبوا له قهوة
برحيل الأستاذ محمد صادق دياب أبو غنوة فقدنا إنسان بمعنى الكلمة. قلما تجد إنسان يعني بحجمه بعطائه في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه. يطوي محمد دياب أوراقه ويرحل تاركا إرثا كتابيا بديعا احتفى بالمكان وبكل ما هو إنساني وحميم. من أهم مؤلفات الراحل الأمثال العامية وستة عشر حكاية من الحارة وساعة الحائط تدق مرتين، بالإضافة إلى عباقرة الأدب والفن وجد التاريخ والحياة الاجتماعية، وصولا إلى الرواية الأخيرة التي قدمها مقام حجاز. وللراحل رواية لم تنشر حتى الآن اسمها الخواجة يني. نحن كل واحد بيحط غرسة، يجي التاني يسقيها، يجي اللي بعده طالت هذه، يجي اللي بعدنا، وهكذا الثقافة تأتي تراكمية، كل واحد يضيف، حتى التاريخ كل يوم يضيف إليه شيء جديد. فمحمد أعتقد أزعم أن ما كتبه لم يترك شيء أبدا. أنا أزعم هي العبرة ليست بالكثرة، ولكن العبرة بما بالحرف اللي تحس به بعمق، وديك الجملة اللي تديك مساحة كبيرة، الإحساس اللي يتوفر في الكلام المختصر المفيد. لا شك أن تعلمت منه أشياء كثيرة يا صبري، تعلمت منه الحب، حب الناس، حب العطاء. أذكر دخل علينا شخص ما أبغى أذكر اسمه، فأخذوا بالأحضان، بعد ما خرج بقول له يا أستاذ محمد هذا بيكرهك، ما يحبك. قال لي بس أنا ما أكرهه. جدة أقول لها أن ابنك البار محمد صادق دياب حاول أن يتغزل فيك إلى آخر نفس حتى وهو على السرير الأبيض. رحل محمد صادق دياب بعد معاناة مع المرض في إحدى مستشفيات لندن، ولكن روحه واسمه سيبقى رمزا شامخا في إرشيف المدينة التي أحب. لبرنامج يا هلا، صبري آل محمد، جدة. شكرا لزميلي صبري آل محمد، وشكرا أيضا لزميلنا في مجلة سيدتي الأستاذ وحيد جميل على الصور الخاصة اللي أمدنا فيها، شكرا له. وتعزينا مرة ثانية الفقيد. حقيقة معي على الهاتف وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة. دكتور عبد العزيز أهلا وسهلا بك. يعني تحدثنا في ضيوف التقرير عن صفات الراحل وعن الآمال والأحلام اللي كان يعني يتمنى تحقيقها. يعني كيف ترى تجربة الأستاذ محمد صادق دياب؟ وهناك أحلام أيضا يتمنى هو الحقيقة تحقيقها كانت، ونتمنى الحقيقة نحن المتابعين له، وهي يعني ما كتبه عن الخواجة يني، وما كتبه أيضا عن الزقاق الخنجي إذا لم أكن مخطئ، هذه لم تطبع. أيضا سؤالي لك الثاني على أساس ما أقاطعك، هل ستتبنى الوزارة مثلا طباعة هذين الكتابين أو الروايتين؟ يعني أولا خليني أقول أنه أنا فعلا أشارك الجميع حزانهم وألامهم، وأنا أول واحد يعني فعلا عبرت عن المشاعر للأسف الواقع اللي أنا أحس إنها في كل من عرف الأخ محمد صادق دياب الله يرحمه. لأنه محمد صادق دياب يعني لو تركنا الجانب المهني أو الصحفي أو كأديب أو كمثقف أو كقلم، كان إنسان بمعنى الكلمة، وكان يحمل من الصفات الإنسانية والأخلاق الفاضلة شيء كثير. هذا ما ميز محمد صادق دياب حقيقة عن الكثير، إنه دائما رجل يحمل قلب نقي ونفس وروح عالية جدا، ويعني الإنسان يعني قبل أن أكون وزير، قبل أن أكون مسؤول، قبل أعتز إني أنا فعلا إني أنا من أصدقائي أو من أحبابي كنت أحبهم فعلا من كل قلبي، وأشعرهم باحترامهم ومحبه هو محمد صادق دياب. لذلك أنا أعتقد إنه الوسط الإعلامي والوسط الثقافي والوسط الأدبي كله افتقد محمد صادق دياب، جدة كلها حتفتقد صادق دياب، إنه مشاعر الحب اللي فعلا كان بيكنها لمدينته جدة بصدق وبعمق وبكتابته عنها بأزقتها
بكل شيء، بتاريخها، بشذاها، ببحرها، يعني ستظل فعلا ستظل خالدة. يعني حقيقة تأثرنا كثير بفقدانه برحيله، لكن الرجال أمثال محمد صادق ثياب هم إلا تبقى ذكراهم حاضرة دائما، لأنه ليس فقط هو موضوع إنتاج أو كتابة أو إبداع، وإنما الجانب الإنساني في الإنسان والأخلاق الجميلة والذكر الطيب اللي يحملها كل من عرف محمد صادق هي إلى تبقى، وهي أي تبقى لأهله، تبقى لورثته، لخلفه إلى سابع يعني ابن أو سابع خلف في الواقع، لأنه هذه إلا تبقاله، إنه هذه الأخلاق اللي دعا إليها إسلامنا، دعا إليها يعني كل دين حقيقة. نعم. فهذا محمد صادق ثياب كان يتميز بهذا الخلق الطيب والجماسة، ما عمرنا سمعنا محمد صادق ثياب أحد بينه وبينه خلاف أو أو يحاول إنه ينشي بينه وبينه معركة أو أي شيء. نعم. كان رجل يعني يتسيد قلوب الناس جميعا كلهم بأخلاقه وبدماسته، بالإضافة طبعا إلى حرفيته وإلى مهنيته. دكتور عبد العزيز، جدا 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 جدا، وهو صحفي رابع وأديب وصاحب قلم وصاحب كل كل شيء. أستطيع أن أقول إنه الله يرحمك يا محمد صادق ثياب، يعني حيفتقدك كثير وحنتقد النسمة العليلة إلا فيه، لكن أنت تبقى معانا، ذكراك طيبة معانا. قدم تعازي الأهل لأخي لأبنائه لكل أسرتي، للأسرة الصحفية، للأسرة الأدبية، لجميع من يعرف محمد صادق ثياب. نعم. دكتور عبد العزيز، يعني أنا آسف أني طولت عليك، لكن يعني حتى من أجل أنه هو سيبقى خالد، ولكن من أجل أن نخلد أيضا الذكرى، تحدث عن هل سيكون إن شاء الله عندما أنا أشوف أي حاجة مستعدة، أنا أتمناها من بكرة، أي كتب مخطوطة لطباعتها، لو أحد من أهله أو من جماعته أو شيء يجيب لي، أنا أوعد أن أطبعها فورا، والوزارة تتمناها فورا وسيطبعها على طول. شكرا معالي الوزير على هذه المبادرة، وليست مستغربة عليك شخصيا ولا على الوزارة. كان معي الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام السعودي، شكرا على هذه المداخلة. رحم الله محمد صادق ثياب، ويعني سيظل خالد وسيظل حي في قلوبنا، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان.